فانت هنا تستغرب، اليابانيين ارتكبوا جرائم في الوحدة 731 ابشع من الجرائم اللي ارتكبها النازيين، يبقى ازاي ما يتحكموش؟ لان اليابانيين حولوا المدن الصينية اللي تحت سيطرتهم الى حقل تجارب عملاق، والتجارب الناتجة عن الفضول كانت ابشع من التجارب اللي ذكرناها. يا نهار ازرق، امريكا هتمول التجارب البشعة دي؟ كل الاطفال اللي اتولدوا في الوحدة 731 منذ انشائها ماتوا اثناء التجارب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في 28 يونيو 1914 يحصل حدث هيغير العالم إلى الأبد. ولي عهد النمسا فرانس فيرديناند يتعرض للاغتيال من المواطن الصربي جافيرلو برينسيب اللي ضرب عليه النار هو ومراته وقتلهم في سراييفو عاصمة صربيا. فطبعا الحكومة النمساوية اتضايقت جدا وقالت لصربيا انتوا ازاي تقتلوا الإمبراطور بتاعنا أو اللي هيصبح إمبراطور يعني ما هو ولي العهد. فصربيا قالت لهم والله ما قتلت حد، ده واحد بتاع قومية كان متغاظ منكم وهو اللي ارتكب الجريمة دي واحنا قبضنا عليه وعملنا معاه الواجب، ما هو باين على وشه في الصورة اهو انه اتعمل معاه الواجب فعلا. ولكن النمسا ولا اهتمت واعلنت الحرب على صربيا اللي اغتالت ولي عهدها. صربيا تسكت ابدا، راحت مكلمه حليفتها روسيا علشان تدافع عنها ضد النمساويين، وبالفعل روسيا اعلنت الحرب على النمسا. النمسا تسكت ابدا، راحت مكلمه حبيبتها المانيا، فالمانيا اعلنت الحرب على روسيا. روسيا تسكت، راحت مكلمه حبيبتها فرنسا اللي اتفاجئت ان المانيا اصلا اعلنت الحرب عليها من قبل ما روسيا تطلب مساعدتها. كان المانيا كانت حاسه ان فرنسا هتخش الحرب كده كده فقالت ان هي تبدا اعلان الحرب. ومش بس كده، ده فرنسا برضو اتفاجئت ان المانيا حركت قواتها على الحدود عن طريق بلجيكا، فبلجيكا قالت لألمانيا انا مال امي، انت وفرنسا ناويين تتحاربوا، تعدي من على ارضي ليه؟ الحقيني يا بريطانيا، المانيا طمعانه فيا. قامت بريطانيا اعلنت الحرب على المانيا اللي هجمت بلجيكا. المانيا تسكت ابدا، راحت طالبه مساعده الدوله العثمانيه اللي لا بتطيق روسيا ولا بريطانيا. راحت بريطانيا طلبت مساعده امريكا اللي اصلا كانت على الحياد في بدايه الحرب، ولكنها قررت تكسر هذا الحياد لما اكتشفت ان المانيا بتسلط المكسيك عليها. وهكذا اندلعت الحرب العالميه الاولى. ومين واقف من بعيد يتفرج؟ اليابان اللي الحرب دي جات لها على الطبطاب وقررت ان هي تخشها بحجه الاتفاقيه بتاعت سنه 1902. الاتفاقيه دي اليابان عملتها مع بريطانيا خوفا من الغزو الروسي. انت هنا هتستغرب، الله بس بريطانيا وروسيا كانوا حلفاء في الحرب العالميه الاولى، يعني اتفاقيه سنه 1902 غير قابله للتطبيق فيها. بالظبط، ما هو السبب الحقيقي لدخول اليابان للحرب ما كانش له اي حجه منطقيه، هي عاوزه تخش الحرب وخلاص. والله رضيتوا بحجه اتفاقيه 1902 كان بها، ما رضيتوش انا داخله، لان اليابان ساعتها كانت صاعده وبقوه، زي ما حكينا في الحلقه اللي فاتت بتاعت صعود الامبراطوريه اليابانيه، كانت من اقوى الامبراطوريات في اسيا ساعتها، دوله ديمقراطيه مدنيه بعيده تماما عن الحكم العسكري للشوغانز. تغلبت على الصين سنة 1894 وعلى روسيا سنة 1904 واحتلت أجزاء من أراضيهم هما الاثنين. الله، ده الاحتلال طلع حلو، وأنا أقول أوروبا نازلة دعك في الكوكب كله ليه؟ اليابان بعد ما جربت حلاوة التوسع والاستعمار بقت هتموت وتتوسع في الكوكب كله، ولكن للأسف كل المناطق الحيوية اللي في الكوكب الأوروبيين سيطروا عليها، حتى الجزر اللي جنبها كانوا تحت السيطرة الألمانية. فلما قامت الحرب العالمية الأولى اليابان قالت بس هذا هو زوجي، فانضمت لجبهة الحلفاء ضد ألمانيا على أمل إن هي تهزمها وتاخد مستعمراتها اللي في آسيا. وبالفعل الحلفاء انتصروا وألمانيا اتغلبت، ولكن اليابان ما خدتش اللي كانت بتطمح ليه. اليابان بعد النصر في الحرب كانت عشمانة إن يتبصلها كقوة عظمى ليها نفس مكانة الإمبراطوريات الأوروبية بما إنها بتتساوى معاهم في القوة العسكرية، ولكن ده اللي ما حصلش. الأوروبيين فضلوا يبصوا لليابان على إنها أقل منهم بكل بساطة لإنها مش أوروبية. التميز والتفوق للعرق الاوروبي فقط. طبعا ده ما كانش كلام رسمي، يعني هم ما راحوش لليابان وقالوا لها والله احنا مش هنسويكي بينا لانك مش من الاعراق الاوروبيه، هم ما راحوش قالوا لها كده نصا، ولكن المعامله نفسها كانت بتحسس اليابان ان هي قله. يا راجل، ده حتى صوره النصر الشهيره بتاعت مؤتمر السلام كانت كل القوى اللي ظاهره فيها هي القوى الاوروبيه او اللي ليها اصول اوروبيه، يعني زي انجلترا وفرنسا وامريكا حتى ايطاليا اللي هي اصلا قلبت تحالفاتها. يعني ايطاليا اللي كانت عدوتكم وبتحاربكم في بدايه الحرب كان ليها الاولويه على اليابان فقط علشان أوروبية؟ ده يخرب بيت التمييز العرقي يا راجل. علشان كده أثناء مؤتمر السلام في فرساي اليابان اقترحت قانون واضح وصريح هيضاف للقوانين اللي على أساسها هتتبني عصبة الأمم،
والقانون ده هو منع التمييز العرقي تماما. كل الشعوب وكل الأعراق هتتساوى تحت هذا القانون، علشان لو حد قلل من اليابان بعد كده هي تطلع له القانون وتحاسبه قدام العالم كله. فطبعا الدول الأوروبية أول ما قروا القانون ده استغربوا جدا، مساواة بين الشعوب؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنتوا عاوزيننا نقلل من نفسنا؟ عاوزيننا إحنا نتساوى بالشعوب اللي مستعمرينها؟ يعني المواطن الأوروبي الأبيض يتساوى مع الأفريقي العبد الأسود؟ لا دي وسعت خالص. فاليابان قالت تصدق كلامكم فيه شيء من الصح، ما هو ما ينفعش نتساوى بالأفارقة برضه. آه والله اليابان فكرت كده فعلا، فكرت إنها أي نعم عايزة مساواة بين الأعراق، ولكن مش كل الأعراق يستحقوا المساواة. علشان كده عدلت شوية في القانون بتاع المساواة ده، وبقت الأعراق اللي هتتساوى هي الأعراق الموجودة في حزبة الأمم فقط، اللي هم ما فيهمش ولا عرق من أعراق العبيد. يخرب بيت أبوكم، أنتوا إيه؟ عاوزين المساواة ليكم أنتوا بس، ومش عاوزين أي حد يتساوى بيكم؟ بتقدموا قانون ضد العنصرية، والقانون أصلاً عنصري، أنتوا ضاربين إيه على الصبح؟ وعلى الرغم من هذا التعديل، برضو الدول الأوروبية رفضت القانون. إذا كنت أنت بنفسك يا يابان شايفة إن في أعراق أقل منك، عاوزيننا إحنا ما نشوفكيش أقل مننا، وبالتالي هذا القانون اترفض. ومش بس كده، ده حتى توزيع غنائم الحرب العالمية الأولى اليابان كانت أقل واحدة خدت فيهم. أي نعم حصلت على بعض الأراضي في شرق آسيا، بس لا مش هو ده اللي إحنا كنا بنطمح ليه. الموقف السلبي للحكومة المدنية اليابانية تجاه غنائم الحرب العالمية الأولى وتجاه العنصرية الأوروبية ضرب سمعتها قدام الشعب الياباني. بقى الجيش يتعب ويحارب وينتصر في واحدة من أكبر الحروب في تاريخ البشرية، وفي الآخر الحكومة المدنية ما تقدرش تطلع بأي مكاسب في المفاوضات. اللي راحوا مؤتمر السلام رجعوا إيد ورا وإيد قدام، حتى صورة النصر ما طلعتوش فيها. الله، أمال رحتوا تعملوا إيه؟ يا خسارة الحرب اللي دخلناها، يا خسارة تعبك يا جيش يا ياباني. وده اللي قلل شعبية الحكومة المدنية لأول مرة منذ إنشائها من 50 سنة. ومش بس كده، اليابان اللي أصبحت ديمقراطية في ظل الحكم المدني لم تعد ديمقراطية خلاص، لأن الشعب ما بقاش يختار الانتماء اللي هو عاوزه. ليه؟ لأن الشيوعية اتمنعت تماما في اليابان. الحكومة اليابانية كانت شايفة الشيوعية كشكل من أشكال الامتداد السوفيتي اللي هو أصلا وريث الحكم الروسي اللي احنا بنحاربه. فصباح الفل، يعني مش هنسيب روسيا تتوغل داخل المجتمع الياباني بحجة الشيوعية. وده اللي اليابانيين اعتبروه كبت للحريات اللي ضمنها لهم الدستور الياباني، أو المعروف أكتر بدستور ميجي. أنا عاوز أبقى شيوعي يا عم، أنت مالك؟ ومع الهبوط الفظيع لشعبية الحكومة المدنية بقى في اقتراحات لعودة الحكم العسكري لليابان من تاني. فاكرين الحكم العسكري؟ فانت هنا هتتجنن. يا نهار ازرق، الساموراي والشوغن تاني؟ لا يا معلم، مش للدرجه دي. الساموراي والشوغن انتهوا خلاص، بس في بديل ليهم اللي هو مين؟ الجيش. لعل اللي فشلت فيه الحكومه المدنيه تقدر تعمله الحكومه العسكريه، وده اللي ادى دعم شعبي للجيش علشان يسيطر على الحكومه، وبقى منصب رئيس الاركان اهم من منصب رئيس الوزراء. وخليني اقول لك معلومه على جنب كده، الجيش هو مؤسسه عسكريه قتاليه بامتياز، لا يعترف الا بالقوه. شغل المفاوضات والسياسه ده ملاش فيه، احنا بتوع سلاح ومعارك، ارمينا بس انت في ارض المعركه ومالكش دعوه بالباقي. علشان كده الجيش الياباني ايقن ان اللي فشلوا في الحصول عليه بالمفاوضات هيحصلوا عليه بقوه السلاح. احنا لازم نثبت لاوروبا اللعينه دي اننا زيهم واحسن منهم كمان. لازم ننتصر عليهم في حرب كبرى قاسمه، لازم ننتصر عليهم في حرب عالميه، ولكن لازم نكون مستعدين كويس جدا. احنا اقوياء، بس بصراحه كده اوروبا لسه متفوقه علينا في حوار السلاح. يخرب بيوتهم، بيصنعوا الاسلحه دي ازاي؟ اليابانيين في الحرب العالميه الاولى شافوا نوع مختلف من الأسلحة هم أول مرة يشوفوه، زي الغاز السام وقاذفات اللهب والدبابات والمناضيد وغيرهم كتير. كل ده كوم، والأمراض المعدية كوم تاني خالص، اللي كان بيعتقد إن هي معمولة بفعل فاعل. في تقارير بتقول إن الألمان اخترعوا مرض معدي بيصيب الأحصنة وحاولوا ينشروه وسط صفوف الحلفاء على أمل إنه يقدر يقتل أكبر قدر ممكن من الأحصنة بتاعتهم اللي كانت وسيلة التنقل الرئيسية في الحرب العالمية الأولى. ومش الألمان بس اللي فكروا في سلاح الأمراض، ده حتى النمساويين فكروا ينشروا مرض الجمرة الخبيثة الأنثراكس. ولكن التقارير دي كلها ضعيفة سيكا، يعني مش مثبت ان الألمانيين والنمساويين حاولوا يعملوا كده فعلا. ولكن اللي مثبت تاريخيا هو أمراض الخنادق اللي كانت بتموت من المجندين قد اللي بيموتوا في المعارك وأكتر كمان، والإنفلونزا الإسبانية تشهد اللي قتلت ما بين 50 ل100 مليون إنسان في الوقت اللي الحرب العالمية الأولى كلها على بعضها بعظمتها يدوب قتلت 40 مليون. يعني هذا المرض قتل أكتر من ضحايا الحرب العالمية الأولى. هو ده أكبر تهديد على الجيش الياباني في
في حالة قيام حرب عالمية جديدة. علشان كده احنا لازم نوجد حلول تحمينا من الأمراض البيولوجية، ومش بس كده، ده احنا لازم نطوع الأمراض دي ونستخدمها كسلاح ضد الأعداء. يعني بدل ما الأمراض انتشرت بسبب ظروف الخنادق، احنا اللي هننشر الأمراض دي وسط العدو. اللي الألمانيين والنمساويين فشلوا يعملوه احنا هننجح فيه، وهو ده ما يعرف بالأسلحة البيولوجية. أسلحة بتعتمد على الأمراض بشكل رئيسي، تتحكم في المرض وتخليه يقتل عدوك، تنشره في كتيبة ولا في معسكر وفي خلال كام يوم هيكون خلص على كل اللي فيها، أو تنشره مثلا في قاعدة عسكرية وتحولها لمكان موبوء، أو ممكن الأسوأ من ده كله ترمي هذا السلاح على قرية أو مدينة وتسيبه ينهش فيها وفي سكانها لحد لما يقضي عليها، زي ما الطاعون عمل زمان. فاكر في حلقة طريق الحرير مدينة فرنسا الإيطالية اللي الأسطورة بتقول إن الطاعون قتل كل سكانها وحولها إلى مدينة أشباح؟ ويا سلام على هذا السلاح في أوقات الحصار، تحاصر المدينة وتطلق عليها سلاح بيولوجي، وفي ظرف أسبوع بس هتكون المدينة سقطت بالكامل. بدل الحصار التقليدي اللي بياخد شهر ولا يمكن سنة ولا سنين، ده إن نجح أصلا. هو ده اللي اليابانيين عاوزينه، هو ده اللي هيدينا التفوق على أوروبا. ولكن يا فرحة ما تمت، أثناء ما اليابان بتبني طموحاتها على هذه الأسلحة الجديدة، يتم توقيع بروتوكول جنيف سنة 1925 اللي بينص على منع تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأي أسلحة بتسبب اختناق أو تسمم أو عدوى أو غيره. وعلى الرغم من أن المنع ده المفروض يخوف اليابان، إلا أنه زودها إصرار على تطوير هذا السلاح. اليابان شافت المنع ده كتأكيد على فتك هذه الأسلحة، وإلا اشمعنا هي اللي اتمنعت يعني بالتحديد؟ ما في أسلحة تاني كتير ما يمنعوها هي كمان لو عايزين سلام؟ ما يمنعوا البنادق ولا القنابل ولا المدافع ولا حتى الدبابات اللي لسه مخترعينها وداخلين فيها بدماغهم؟ هي يعني الأسلحة البيولوجية بتقتل وباقي الأسلحة بتزغزغ؟ ولا علشان الأسلحة البيولوجية فعلا فتاكة وهم مش هيعرفوا يصدوها؟ اليابان لم تكترث إطلاقا لهذا البروتوكول، بالعكس ده حمسها أكتر وأكتر، وخصوصا بعد ما الدكتور شيرو إيشي قدم طلب مخصوص للجيش لبدء تطوير هذه الأسلحة. وخلي بالك شيرو إيشي ده مش أي حد، ده لسه راجع من بعثة في أوروبا وأمريكا درس فيها كل ما يتعلق بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، وشاف آثار الأمراض على ضحايا الحرب العالمية الأولى. إذا كانت الأمراض الغير مقصودة عملت ده كله، أمال المقصودة هتعمل إيه؟ فلما واحد زي شيرو إيشي يقول إن الأسلحة دي مهمة، تبقى مهمة فعلا. علشان كده سنة 1930 تم وضع حجر الأساس لبرنامج الأسلحة البيولوجية الياباني، وشيرو إيشي نفسه أصبح بيقود البرنامج ده اللي هيكون مطلوب منه مش بس إنتاج أسلحة بيولوجية، لأ ده كمان يبتكر أدوية وعقاقير تحمي اليابانيين من الأسلحة دي. مش يمكن حد يخترعها قبلنا؟ أو يخترع أسلحة موازية ليها؟ أو حتى أسلحتنا إحنا شخصيا تخرج عن السيطرة؟ كل دي احتمالات واردة، ولازم نكون مأمنين نفسينا كويس. لازم الأسلحة دي يكون عندنا أسلحة مضادة ليها. علشان كده تم إنشاء معمل واللي هتتعمل فيه الأبحاث الخاصة بالأسلحة البيولوجية دي، وسموه مختبر الأبحاث الوقائية ضد الأوبئة. وما تستغربش من الاسم ده، كان للتمويه مش أكتر. أمال إيه؟ عاوزيننا نسميه مختبر الأسلحة البيولوجية؟ عاوزيننا نعرف العالم كله على سلاحنا السري؟ طب ما كده خلاص ما بقاش سري، وعنصر السرية في الأسلحة هو أهم من قوة الأسلحة نفسها. ولكن في بداية الأبحاث شيرو كان عنده مشكلة صغيرة شوية، التجارب اللي كان بيعملها كانت كلها على حيوانات، ومعلش يعني التجارب ممكن تنجح على حيوان وممكن تفشل على إنسان. الإنسان والحيوان كائنين مختلفين عن بعض تماما، فإحنا نعمل اختباراتنا على حيوان فتنجح نيجي نجربها في أرض المعركة تفشل؟ ما ينفعش، إحنا عاوزين نعمل اختباراتنا من الأول للآخر على بشر عشان نتأكد 100% من فعاليتها. طيب وبعدين نعمل تجاربنا على يابانيين؟ ما ينفعش، لأننا هنجرب على عدد هائل من الناس، ودي أمراض معدية، يعني أي غلطة صغيرة ممكن تقلب بوباء يجتاح اليابان. ولكن في نفس الفترة الزمنية دي بالظبط كانت بدأت الحرب الأهلية الصينية ما بين حزب الكومنتانج والحزب الشيوعي. الله أكبر، اضطرابات في الصين، هذا هو ذوقي. علشان تقرر اليابان استغلال الحرب الأهلية دي وتبدأ الاجتياح البري للصين سنة 1931، الاجتياح اللي نتج عنه احتلال إقليم منشوريا. ولو أنت ما تعرفش، فإقليم منشوريا ده مساحته بتقترب من 1.5 مليون كيلومتر مربع، يعني مرة ونص مساحة مصر مع عدد مهول من البشر. طبعا ما أنت بتتكلم عن الصين، يعني أقلها متر مربع هتلاقي فيه ناس، حقل تجارب زي ما الكتاب بيقول بالنسبة لإيشي. علشان كده المختبر الصغير اللي في طوكيو اللي كان بيعمل فيه أبحاثه اتنقل إلى مدينة هاربن في منشوريا، واتبنى هناك معسكر اعتقال عملاق واللي كان اسمه حصن جونغ ما، علشان يكون الحصن ده هو الفرع الأول من الوحدة 731 اليابانية. ومش بس كده، ده الفرع ده تم ضمه إلى وحدة من وحدات الجيش الياباني واللي كان اسمها وحدة الكوانتانج. الوحدة دي من الجيش الياباني هي
المسؤولة عن حماية المستعمرات، واللي تم اقتطاع جزء منها علشان يتم انشاء جهاز الشرطة الياباني واللي كان اسمه جهاز الكيمباي تاي. الشرطة دي هيكون مهمتها ان هي تجيب الناس اللي هتتعمل عليهم التجارب. فانت هنا تسألني تجيبهم منين؟ من اي حتة مش مشكلتنا. عاوزين تجيبوا معتقلين سياسيين من الصين؟ ماشي. عاوزين تجيبوا مجرمين بجرائم جنائية؟ وماله. عاوزين حتى تنزلوا تقبضوا على الصينيين من الشارع وتجيبوهم لحد عندنا؟ امين برضو. المهم ناس نعمل عليهم تجاربنا. وده اللي حول اقليم منشوريا الى رعب. كل السكان اللي فيه مش في امان، اي حد ماشي في الشارع معرض ان هو يتقبض عليه، وده اللي كان الشعب الصيني شايفه، الناس مجرد بيتقبض عليها. ولكن اللي ما كانوش يعرفوه ان اللي بيتقبض عليهم دول بيترحلوا المختبرات اللي كان بيتم فيها ابشع انواع التجارب في تاريخ البشريه. كانوا بيقبضوا على ناس صينيين ويودوهم المختبرات، وهناك يبداوا يحقنوهم بالمرض اللي هم عاوزين يجربوه، واللي في الغالب كان بيكون مرض معدي وقاتل، وكان بيتحقن فيهم بجرعات كبيره جدا زي مرض الزهري والطاعون والكوليرا والانثراكس وغيرهم كتير. وبعد ما الشخص يتحقن بالامراض دي كانوا بيبداوا يسجلوا ملاحظاتهم عليه علشان يعرفوا مدى تاثير هذا المرض والتغييرات اللي محتاجين يغيروها فيه علشان يصبح اكثر فاعليه، وهل هذا المرض ينفع سلاح اصلا ولا لا. ما هم ما كانوش بيجربوا الاربع امراض اللي احنا قلناهم بس، لا ده عدد مهول من الامراض اللي ما تخطرش على بالك، كلها كانت بتتحقن في مساجين لغرض الدراسه. واهم حاجه في التجربه ان قبل ما يموت المسجون لازم يلحقوا يشرحوا جسمه علشان يشوفوا مدى فاعليه المرض على الاعضاء الداخليه، ويشوفوا ازاي هيعالجوها لو جنودهم اصيبوا بهذا المرض. وزي ما قلنا لازم المسجون يكون حي اثناء التشريح، لانه لو مات ده معناه ان اعضائه ماتت، واحنا مش عاوزين ندرس على اعضاء ميته، احنا عاوزين نعمل دراسات وتجارب على اعضاء لسه حيه، لاننا لما هنعالج جنودنا اللي اصيبوا في المعركه هنعالجهم وهم احياء مش وهم اموات. فكانوا بيجيبوا المسجون قبل ما يموت ويبداوا فيه عمليه التشريح اللي كانت بتتم بدون اي تخدير على الاطلاق. وانت طبعا مش متخيل هول الموقف، مش متخيل مدى الالم والعذاب والمعاناه اللي بيعانيها المسجون وهو جسمه بيتشرح بدون تخدير. واحده من الشهادات المسجله لناس شاركت في الوحده 731 ان كان في دكتور في غرفه عمليات وتحت ايده مسجون، وباين ان المسجون ده خلاص عرف اللي فيها فما فيش داعي للمقاومه، فكان هادي ومستسلم وراضي تماما. ولكن بمجرد ما الدكتور مسك المشرط وبدا يشرح في جسمه، الهدوء والسكون اللي كان عليهم السجين تحولوا الى رعب ومعاناه. السجين بدا يصرخ صرخات مرعبه نتيجه للالم البشع اللي كان بيتعرض ليه اثناء ما الدكتور بيفتح من صدره لحد بطنه. السبب الرئيسي لعدم استخدام التخدير في التشريح اللي زي كده هو خوف الدكاتره من ان الماده المخدره ممكن تاثر على التجربه او الاختبار بتاعهم، مش يمكن بتضعف المرض اللي احنا حقنينه بيه او بتقتل البكتيريا المستخدمه في الاختبار. ده غير ان بصراحه كده احنا مش معانا فلوس علشان خاطر نحقن كل دول بمواد تخدير، ولا معانا وقت هنقعد نستنى لغايه لما التخدير يشتغل. علشان كده كل العمليات الجراحيه كانت بتتم بدون تخدير، زي مثلا عمليه ازاله الاعضاء الداخليه، كان الدكاتره بيشيلوا الاعضاء المصابه من جسم المسجون علشان يشوفوا هل الجسم هيعيش من غيرها ولا لا. يعني لو جندي من جنودنا اتصف في معركه معينه والاصابه دي تطلبت ان احنا نشيل هذا العضو، هل هيقدر يكمل قتال من غيره؟ فبعد ما كانوا بيشيلوا العضو ده من المريض كانوا بيخيطوا ويقفلوا كل حاجه ويرجعوه الزنزانه، ده لو فضل حي اصلا عشان يرجع للزنزانه، لان العمليات اللي حكيناها دي كانت بتتم بدون اجراءات احترازيه على الاطلاق حتى فيما يخص التعقيم. يعني كان عادي جدا ان نفس ادوات التشريح تستخدم كذا مره على كذا مريض مختلفين، لدرجه ان كان في مساجين بيموتوا من عدوى الادوات الغير معقمه مش من التجربه. الشهود اللي اشتغلوا في الوحده 731 كانوا بيقولوا ان اي غرفه يدخلوها في الوحده كان لازم يلاقوا اعضاء بشريه محطوطه في برطمانات، عشرات ومئات البرطمانات اللي كنت هتلاقي فيها صوابع بشرية، ايد كاملة بشرية، عين بشرية، او حتى اعضاء داخلية زي الكبد والطحال والقلب والمعدة. الاعضاء دي كلها كان باين ان هي حديثة، اللي هو لسه مستخرجة حالا من مساجين. الاعضاء دي كلها كان بيتم تجربتها في اختبارات زراعة الاعضاء عشان نعرف ايه هي الاعضاء المصابة اللي ممكن استبدالها وايه هي الاعضاء اللي خلاص لو اتصابت مش بتستبدل، ويشوفوا هل عمليات الاستبدال دي هتنجح ولا لا، لانها لو نجحت هتحل واحدة من اهم مشاكل الحرب العالمية الاولى اللي هي العاهات مستديمة. هنكون قادرين على استبدال الاعضاء المصابة اصابات بالغة في الجنود. تخيل مثلا لو جندي ايده او دراعه اتبطروا ولا خد مثلا اصابة في رئته او في كليته، هنقدر نبدلهم بكل سهولة ونرجعه للقتال، وده هيزود عدد المجندين اللي في الجيش اكتر واكتر. ولكن زي ما انت توقعت طبعا العمليات دي كانت بتفشل فشل ذريع، وفي الغالب اللي اتعملت عليهم العمليات دي كانوا بيموتوا بسبب الطريقة السيئة اللي اتعملت بيها العملية او بسبب العدوى او حتى بسبب النزيف الحاد. وحوار النزيف ده كان بيتعمل
بيعمل له تجارب لوحده. الغالبيه من ضحايا الحروب لو ما ماتوش بسبب الاصابه البالغه بيموتوا بسبب النزيف الحاد الناتج عن هذه الاصابه. فاحنا عاوزين نشوف حل لهذا النزيف. علشان كده كانوا بيجيبوا مساجين ويعملوا فيهم جروح عملاقه تتسبب في نزيف حاد، ويسيبوا الجرح ده ينزف الى ان يشاء الله، وهم عمالين يسجلوا في ملاحظاتهم علشان يشوفوا ايه هي اقصى حاله لفقر الدم ممكن الشخص يوصلها قبل ما يموت، وازاي ممكن نعوض الدم ده كله. هل ممكن مثلا ننقل دم من حيوانات؟ يعني نجيب حيوان وناخد الدم بتاعه ونديه الانسان؟ تعال نجرب ونشوف. المساجين بتوع تجارب فقر الدم كان بيختبر عليهم بدماء الحيوانات، ويا ريت هتيجي على دماء الحيوانات وبس، دول كمان بداوا يختبروا عليهم الاسلحه الميدانيه. فانت هنا هتستغرب، اسلحه ميدانيه؟ هي مش الوحده دي كانت مخصصه للاسلحه البيولوجيه؟ ما هو اليابانيين عجبهم موضوع التجارب البشريه ده، وخصوصا مع زياده اعداد الصينيين اللي اصبحوا تحت سيطرتهم بعد قيام الحرب الصينيه اليابانيه الثانيه سنه 1937. الحرب دي اليابان انتصرت فيها نصر ساحق وبشع في نفس اللحظه، لان حصلت فيها واحده من ابشع المجازر في التاريخ الحديث، وهي المعروفه بمجزره نانجينج. كل ما اليابان تحتل اراضي اكتر في الصين كل ما زاد معاها عدد الصينيين اللي هيصبحوا فئران تجارب. شفت التحول اللي حصل؟ في بدايه برنامج الاسلحه البيولوجيه ما كانش في حد يجربوا عليه، وبعد غزو منشوريا سنه 1931 بقى في عدد كويس من البشر نجرب عليه، وبعد حرب 1937 العدد زاد عن المطلوب، لدرجه ان تم انشاء وحدات جديده لتوسعه التجارب، زي الوحده 1855 اللي كانت في العاصمه الحاليه بيجين، والوحده 100 في شانكشون، والوحده 1644 في نانجينج، واللي كان رئيسها الجزار شونجي ساتو المشهور بعمليات التشريح الوحشيه بدون رحمه، وغيرهم كتير من الوحدات اللي تم انشائهم لتوسعه التجارب، الى ان قامت الحرب العالميه الثانيه سنه 1939، اللي خلي بالك اليابان ما دخلتهاش في اولها، ولكنها عارفه ان هي هتخشها، دي بتحضر لها من ايام الحرب العالميه الاولى، ولكن هتخشها امتى؟ لسه هنشوف. فلازم نكون على اتم الاستعداد لحين قدوم الوقت اللي هنخش فيه الحرب دي، وده اللي زود التجارب اكتر واكتر، زي تجارب الاسلحه الميدانيه زي ما حكينا. في التجارب دي كانوا بيجيبوا مواطنين صينيين ويربطوهم في عمود في وسط ساحه كبيره، ويبداوا يجربوا الاسلحه عليهم، زي مثلا ان هم يرموا قنابل يدويه على ابعاد مختلفه، مره يرموها على بعد 10 متر من المسجون، وقنبله تاني على بعد 20 متر و30 متر و40 متر و50 متر، علشان يشوفوا ايه هي ابعد مسافه ممكن تعمل اقصى ضرر. ده غير القنابل الجديده اللي كان بيتم اختراعها، واللي برضه كان بيتم تجربتها على المساجين بنفس الطريقه علشان يشوفوا مدى الضرر بتاعها. ومش بس قنابل، ده قاذفات لهب. المسجون كان بيتربط في عمود وقاذف اللهب كان بيشتغل يحرق فيه لحد لما يقتله. مدافع ورشاشات وقناصه وكل ما لذ وطاب من الاسلحه كان بيتم تجربتها على البشر الاحياء، حاجه بشعه. وكل سلاح جديد يخترع او كل سلاح قديم يتم تطويره، يبقى اعرف ان في مجموعه من المساجين هيموتوا. واحده من التجارب اللي تبناها اليابانيين هي تاثير البرد القارس، وبالتحديد التجمد على الجنود، لان الحلفاء عانوا من برد الشتاء اثناء الحرب العالميه الاولى، فاحنا عاوزين نكون مستعدين لظرف زي كده. فجالهم واحد اسمه يوشيمورا هيساتو وقال لهم سيبوا لي انا الطلعه دي. هيساتو كان بيجيب المساجين ويبدا تجربته في فصل الشتاء، بحيث ان هو كان بياخدهم لمناطق متجمده ويصب على اطرافهم ميه لحد لما تتجمد، لدرجه ان ضربه قويه بزياده على ايد او رجل اي مسجون كانت كفيله ان هي تفتتها زي التلج، كل ده علشان يصابوا بحاجه اسمها الفروست بايت اللي كانت بتصيب جنود الحرب العالميه الاولى اثناء الشتاء. اهو هيساتو كان عاوز يدرس الفروست بايت ويعرف ازاي بتحصل وازاي نتجنبها، ولو حصلت ازاي نعالجها. وزي ما هنتدرب على الشتاء المتجمد لازم نتدرب على الصيف الحارق. فزي ما كان المساجين بيتاخدوا المناطق متجمده، كان في مساجين تاني بيترموا في غرف درجه حرارتها عاليه جدا، ما تقتلهمش ولكن تخليهم يعرقوا كل السوائل اللي في جسمهم علشان نعرف ايه هي اقصى درجه حراره ممكن جسم الانسان يتحملها. المساجين في التجربه دي كانوا بيصابوا بجفاف حاد، لدرجه ان كان في منهم اللي بيتصلب وبيموت، مفيش اي سوائل في جسمه باقيه. في روايات بتقول ان اللي كان بيحصل للمساجين دول اشبه بالتحنيط، عارف المومياوات المحنطه اللي في المتاحف المصريه؟ اهو المساجين كانوا بيبقوا شبههم بالظبط، والعلماء كان كل اللي بيعملوه ان هم يسجلوا الملاحظات والناس عماله تتعذب. وزي ما تدربنا على الشتاء القارس والصيف الحارق، لازم نتدرب على الخنادق والغاز السام. فكانوا بيجيبوا غرف من الازاز ويرموا فيها المساجين ويضخوا غاز سام هم اخترعوه
علشان يدرسوا مدى تأثيره عليهم. يا ترى هيموت العدو في قد ايه؟ وازاي نسرع المدة اللي بيقتل فيها هذا الغاز؟ وهل هو فعال اصلا ولا لا؟ واحيانا العلماء كانوا بيلبسوا المساجين اقنعة واقية من الغاز عشان يختبروا مدى فعالية الاقنعة دي لو لبسناها لجنودنا. لو المسجون مات تبقى الاقنعة مش شغالة، ولو ما ماتش يبقى الغاز بايظ. هو ده كل همهم، مش فارق معاهم هذا المسكين اللي بيحتضر قدام عينيهم جوه غرف الغاز وهم عمالين يتفرجوا ويسجلوا ملاحظات. وانا مش عايز اقولك ازاي الغاز السام بيموت بعد تعذيب، ده مش موت لحظي، لا عذاب. وزي ما عملنا تجارب على حر الصيف وبرد الشتاء والخنادق ام غاز، هنعمل تجارب على الجوع القاتل، بحيث ان بعض المساجين هيتمنع عنهم الاكل تماما علشان نشوف ايه اقصى قدر من الجوع الجسم ممكن يتحمله. مش يمكن مقاتلينا يتعرضوا لحصار وما نعرفش ندخل لهم اكل؟ احنا عاوزين نعرف هيستحملوا قد ايه في الحصار ده. اليابانيين فكروا يستخدموا اشعه اكس كسلاح جديد، علشان كده كانوا بيجيبوا المساجين ويعرضوهم لمده طويله جدا من الاشعه ويدرسوا تاثير الاشعه عليهم، وده اللي كان بيصيبهم بالسرطان واحيانا كان بيقتلهم. وعلى فكره المحظوظ من المساجين دول هو اللي كان بيموت اثناء الاختبار، انما سيء الحظ اللي كان بيفضل حي لان عذابه كان بيستمر في عمليه التشريح الوحشيه اللي بقى ينفذها دلوقتي اطباء متدربين تابعين للجيش الياباني. الاطباء دول بقوا يتبعتوا للوحده 731 علشان يتدربوا على التشريح في ارض المعركه، فبقى يتجاب مساجين مخصوص هيتعمل عليهم التشريح من اللا شيء. مش شرط انك تكون خضعت للتجربه ولا لا، انت سليم وزي الفل وكله تمام، هنبتدي نقطع في لحمك ونسلخ في جلدك علشان ندرب الدكاتره بتوعنا. وغالبيه الاطباء دول كانوا لا يقل قسوه عن العلماء والباحثين اللي موجودين في الوحده، ولكن كل اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص. فاكر اصلا الغرض اللي اتبنت علشان الوحده انتاج الاسلحه البيولوجيه والادويه المضاده للاسلحه دي؟ اهو الغرض ده مع الوقت اتنسى، وبقى الدكاتره في الوحده بيعملوا تجاربهم بناء على الفضول فقط، والتجارب الناتجه عن الفضول كانت ابشع من التجارب اللي ذكرناها، زي مثلا تجربه غرف الضغط المنخفض اللي عيون المساجين فيها كانت بتطلع من مكانها، او تجارب التعليق من الرجلين اللي هو بتتعلق وانت مقلوب لمده شهور، او طحن المساجين تحت الاجسام الثقيله، او صعقهم بالكهرباء، او الدفن احياء، او الرمي من المرتفعات، او التجارب الجراحيه الغريبه والعجيبه، زي مثلا ان هم يشيلوا المعده ويوصلوا المريء بالامعاء مباشره، او يشيلوا الامعاء ويوصلوا المعده باجهزه الاخراج، يشيلوا اي حاجه ويوصلوا اي حاجه. وبفكرك كل ده كان بيتم بدون تخدير، ده غير عمليات الاغتصاب اللي كان بيرتكبها الجنود اليابانيين في حق السجينات. وعمليات الاغتصاب دي كانت بتحصل كل يوم لولا ما انها اتمنعت من القيادات العليا، وهي ما اتمنعتش خوفا على مشاعر السجينات، ولكن بسبب انتشار العدوى بين الجنود. اي نعم عمليات الاعتداء اتمنعت على السجينات، ولكنها فرضت على المساجين الذكور فيما يعرف بالجنس الاجباري. المسجون والمسجونه كانوا بيجبروا ان هم يعملوا كده مع بعض، وفي بعض العقول المريضه اللي هتقول لك ده يا بخت الرجاله، ولكن بالعكس الرجاله هم اللي كانوا بيجبروا ان هم يعملوا حاجه زي كده مع ستات مصابين بالامراض، والستات دول كانوا بيجبروا على الحمل غصب عنهم علشان يجيبوا لهم اطفال يعملوا عليهم تجارب. في بعض الروايات اللي بتقول ان الوحده 731 اتولد فيها مئات الاطفال ان لم يكن الالاف، ولم ينجو منهم اي طفل على الاطلاق. كل الاطفال اللي اتولدوا في الوحده 731 منذ انشائها ماتوا اثناء التجارب، علشان كده كان في ناس كتيره بترفض الجنس الاجباري، ولكن اللي كان بيرفض كان بيعدم. انك ترفض تجربه ده معناها انك هتتضرب بالنار. في الحقيقه في مساجين كانوا بيفضلوا ان هم فعلا يتضربوا بالنار عن انهم يخضعوا للتجارب، علشان كده حصلت محاولات هروب كتير، اما ان انا انجح في الهروب فعلا او ان حارس يضربني بالنار ويرحمني، ولكنهم ما يعرفوش ان هم حتى لو هربوا من اسوار الوحده فهم برضه لا يزال معرضين للتجارب، لان اليابانيين حولوا المدن الصينيه اللي تحت سيطرتهم الى حقل تجارب عملاق. لما ايشي امر بالتركيز على الحشرات الطائره كوسيله لتجربه الامراض على نطاق اوسع من نطاق الوحده الصغيره، بحيث اننا مش هنحقن المرض في 100 ولا 200 سجين، لا احنا هننشر المرض ما بين عشرات الالاف من البشر. علشان كده اتعملت مستعمرات لانتاج الحشرات اللي كانت بتنتج 45 كيلوغرام من الحشرات الحامله للمرض في كل دوره انجاب. الحشرات دي كانت بتطلق في المدن الصينيه المختلفه علشان تنشر الامراض اللي هي شايلاها، وبناء على هنشوف هل الامراض دي تمام كسلاح واسع النطاق ولا لا. 12 مدينه صينيه بسكانهم كانوا ضحيه لهذه التجارب، زي مدينه نينجبو، شانغدا، وهونان اللي اتقتل منهم عشرات الالاف في التجارب اللي اثبتت نجاح باهر. اخيرا قدرنا نطوع المرض لخدمتنا، مش فاضل بس غير الطريقه اللي هنوصل بها المرض ده لارض العدو، وده كان اول ظهور لما يعرف بالبالون بومبس اللي هي القنابل البالونيه، واللي ما كانتش قنابل بالمعنى الحرفي، يعني مش بتنفجر، انما هي مناطيد هوائيه بيتم اسقاطها من طائرات وبتشيل جواها
كم هائل من الحشرات الحية والحاملة لمرض معين، وأول ما المناطيد دي تلمس الأرض بتفتح، والحشرات المصابة بتطلع منها وتبتدي تنتشر في المكان علشان تنشر معاه المرض اللي هي شايلاه. القنابل دي تم استخدامها في الحرب العالمية الثانية ضد أمريكا في العملية المعروفة باسم شيري بلوسومز، ولكن العملية دي فشلت فشل ذريع. المشكلة ما كانتش في المرض نفسه، ولكن المشكلة في الطريقة اللي بيتم بيها توصيل المرض. علشان كده تم الاستغناء عن الحشرات واستبدالها بالبشر. فانت هنا هتستغرب، يعني هيرموا بني ادمين من الطيارة؟ والإجابة هي لا، انما هيستخدموا مقاتلين الكاميكازي اللي هم بنفسهم هيتم حقنهم بالمرض، وهيكون معاهم وسائل تاني لنشر المرض اكتر واكتر، وهيتم اسقاطهم بمظلات على امريكا علشان ينفذوا مهمتهم. ومش عارف بصراحة هل الفكرة دي اتنفذت ولا فضلت حبر على ورق، ولكن اللي نعرفه ان العملية نفسها فشلت، وما عادش في وقت للتفكير في خطة جديدة، لان اليابان تعرضت لما هو اسوأ من الاسلحة البيولوجية، وهي الاسلحة النووية. اليابان اثناء ما هي فاكرة نفسها متفوقة على العالم، اتربت عليها قنبلتين نوويتين قتلت 300,000 ياباني، معلنين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الامبراطورية اليابانية وبداية الاحتلال الامريكي لليابان. الاحتلال ده كان غرضه الاخضاع مش اكتر، اخضاع اليابان اللي في يوم من الايام عملت راسها براس ستها امريكا. ولكن الغرض ده مع الوقت اتغير. اهتمام امريكا بالتسليح لدرجة مبالغ فيها خلاها مهتمة ان هي تعرف برنامج الاسلحة البيولوجية الياباني. بصوا كده يابانيين، احنا عارفين ان انتوا كنتوا عاوزين تنتجوا اسلحة بيولوجية، وعارفين ان في وحدة اسمها 731، وعارفين ان ليها عشرات الفروع منهم فرع في سنغافورة نفسها، احنا بس محتاجين تفاصيل اكتر عن الوحدة دي، يعني مثلا التجارب اللي كانت بتتعمل فيها، الاسلحة اللي تم تطويرها، الاعضاء اللي شاركوا فيها، اي مستندات او تقارير او ابحاث او اختبارات انتوا عملتوها كده يعني. ولكن اليابانيين رفضوا تماما الادلاء باي تفصيلة، لانهم لو نطقوا باي كلمة ده ممكن يؤدي لمحاكمتهم بجرائم حرب. لدرجة ان اعضاء الوحدة 731 لما عرفوا ان هم خلاص اتهزموا اعدموا كل السجناء اللي في كل المختبرات، وتم دفن جثثهم في مناطق مختلفة وحرق جثث تاني علشان محدش يقدر يلاقيهم في اي مكان. وغالبية الوثائق والمجلدات والابحاث اللي اتعملت اتحرقت مع الجثث، حتى المباني اللي اتعملت فيها التجارب بعضها تم تفجيره، مش عاوزين اي شاهد على الجرائم اللي عملناها. كل الادلة اللي ممكن تدين الحكومة اليابانية تم التخلص منها تماما، والتحقيق اللي تم مع شيرو واتباعه ولا واحد فيهم نطق بكلمة. احنا مجرد دكاترة وعلماء وباحثين بناخد الاوامر وبنقول تمام يا فندم، نتعاقب ليه؟ شوفوا الجنرالات والسياسيين الدبلوماسيين هم دول اللي يستاهلوا العقاب، انما احنا عبد المأمور. ولكن الجيش الامريكي ما استسلمش، وبدا في استجواب المواطنين الصينيين اللي كانوا عايشين قريب من فروع الوحدة 731، ولكن الغريب ان ولا واحد فيهم كان عارف اي حاجه، وده بسبب الاجراءات شديده السريه اللي طبقها الجيش الياباني على المشروع. والسريه دي كانت بتبدا من اول ما الشخص اللي هتتعمل عليه الاختبارات بيتقبض عليه في الشارع، بحيث ان الشرطه اليابانيه التابعه للوحده كانت بتعتقل الصينيين بشكل عادي خالص، زي ما اي محتل بيعمل مع اللي احتله، وبعد كده بتوديهم على مراكز الشرطة، ومن مراكز الشرطة بيتم تعبئتهم في عربيات الترحيلات بشكل سري تماما، ويبدأ نقلهم الى الوحدة 731. العساكر وسواقين عربيات الترحيلات نفسهم ما كانوش عارفين اللي بيحصل في الوحدة اصلا، هم جايلهم اوامر ان اللي جيلكم ودوه علينا. واول ما العربيات اللي محملة المساجين بتوصل لسور الوحدة، السواقين والعساكر بيتم تبديلهم، وبيحل محلهم سواقين وعساكر جداد، وهم دول اللي بياخدوا المساجين من اول الاسوار لحد المبنى نفسه. وعلى فكره هم كمان ما كانوش يعرفوا اللي بيحصل، الوحيدين اللي كانوا عارفين اللي بيحصل جوه الوحده هم اللي في الوحده نفسها اللي في المبنى، كل اللي بره المبنى ما يعرفش اي حاجه. لدرجه ان في بعض المراكز التابعه للوحده كان العساكر اللي في الطوابق السفليه ما يعرفوش اللي بيحصل في الطوابق العلويه، وممنوع يطلعوها، اخرهم السلالم بيكلموا هناك ناس مسؤولين بيوقفوهم ويعرفوا المعلومات وهم يخشوا يوصلوها. اوعى تفتكر ان المباني دي كانت اوضه وصاله اللي هو صغيره يعني، لا، دي بتكون مجمعات عملاقه. عندك مثلا المقر الرئيسي للوحدة 731 واللي كان موجود قريب من مدينة هاربن، المقر ده كانت مساحته 4 كيلو متر مربع، وبيتكون من معامل وزنازين ومختبرات وساحات تجارب وغرف إدارية وليلة كبيرة، حرفيا مدينة لوحده. اللي بره المدينة ولا يعرف أي حاجة عن اللي جوه، وحتى اللي جوه يعرفوا بدرجات. الجنود اللي خدموا في الوحدة من غير ما يكون عندهم علم كافي كانوا بيقولوا إن هم بيسمعوا أصوات صرخات بشكل دائم، بس ما يعرفوش الصرخات دي سببها إيه. تخيل دول العساكر اللي بقول لك خدموا جوه، ما بالك اللي
بره هيكونوا عاملين ايه. علشان كده على مدار سنين من التجارب الوحشيه والاختبارات فضلت الجرائم دي كلها مجهوله، فكان السبيل الوحيد علشان الامريكيين يعرفوا اي معلومه هو انهم يستجوبوا شيرو اتباعه، واللي زي ما قلنا رافضين يتكلموا عن اي حاجه. علشان كده الجنرال الامريكي دوغلاس ماك ارثر جات له فكره صايعه جدا. قول لي يا عم شيرو، انت خايف من ايه؟ مش عاوز تتكلم لحسن خايف تعتقل بتهمه جرائم الحرب؟ طب ايه رايك انا هديك حصاره ضد الاعتقال وضد المحاكمات وضد اي حاجه انت خايف منها، وفي المقابل انت تحكي بكل حاجه ليا، ها ايه رايك؟ فطبعا شيرو ايشي وافق واعترف قدام مسؤولين من الجيش الامريكي بكل التجارب اللي هو اشرف عليها بنفسه والجرائم اللي هو وزمايله ارتكبوها، ومش بس كده ده ادهم وثائق وابحاث هو مخبيها من الجيش الياباني. وماك ارثر وفى بوعده، وكل اللي كانوا شغالين في الوحده 731 نجوا من المحاكمات، سواء الجزار شونجي ساتو او المجنون بتاع تجارب التجميد اللي هو يوشيمورا او حتى شيرو ايشي نفسه، كلهم لم يتعرضوا لاي نوع من انواع العقاب في الوقت اللي كان فيه القاده النازيين بيعدموا في محاكم نورنبرغ. فانت هنا تستغرب، اليابانيين ارتكبوا جرائم في الوحده 731 ابشع من الجرائم اللي ارتكبها النازيين، يبقى ازاي ما يتحكموش؟ وده بكل بساطه بسبب الاتحاد السوفيتي اللي هو كمان اعتقل مسؤولين يابانيين كانوا شغالين في الوحده 731، فامريكا كانت خايفه لحسن السوفيت يحصلوا هم على الاسرار. اصل الامريكيين قالوا في نفسهم هنستفاد ايه بعد ما نحاكم اليابانيين ونلاقي السوفييت تخلصوا علينا؟ بلاها محاكمه يا عم، احنا مش عاوزين منكم حاجه. ايه هو انتوا قدرتونا في حاجه؟ احنا بس عاوزين منكم اسرار الاسلحه والجرائم عديها. الامريكيين المساكين ما كانوش يعرفوا ان هم مش هيحصلوا على اي حاجه، لان جزء كبير من مخططات الاسلحه اليابانيه والدراسات اللي اتعملت تم حرقها والتخلص منها، والمعلومات اللي الامريكيين حصلوا عليها كانت يا دوبك قشور المعلومات الحقيقيه والمهمه بح، وكل المعلومات اللي احنا حكيناها في الحلقه دي هي حاجات اتعرفت بعد الحرب بسنين طويله، في منها معلومات اتعرفت في 2016 و2021 اللي هو اول امبارح، وكمان دي مش كل المعلومات، في اسرار كتيره تخص الوحده احنا ما نعرفش عنها حاجه. ولكن اللي يهمنا ان على الرغم من كل الجرائم دي كلها ولا فرد ياباني اتحاسب باستثناء اللي عملوا تجارب على امريكيين. فانت هنا هتستغرب، وايه اللي ودى الامريكيين عند الصينيين؟ لا هم ما راحوش الصين، هم كانوا اسرى حرب، اليابانيين اسروهم اثناء معارك في الحرب العالميه الثانيه، ومش امريكيين بس، ده بريطانيين وفرنسيين واغلبيه من المغول والكوريين والروس، كل دول كان زيهم زي الصينيين في التجارب. وعلى الجانب الاخر السوفييت فكروا نفس تفكير امريكا، الاتحاد السوفيتي بعد الحرب مباشره عملوا هم محاكمهم الخاصة البعيدة عن محاكم نورنبرغ وطوكيو، وفي المحاكم دي اتحكم على الناس اللي شاركوا في الوحدة 731 بالسجن والعمل في معسكرات الجولاج اللي موجودة في سيبيريا. وما أدراك ما معسكرات الجولاج اللي في سيبيريا؟ أنصحك تسمع الحلقة اللي عملناها عنها، هتعرف قد إيه المعسكرات دي الإعدام أرحم منها، وواضح إن العلماء ما استحملوهاش فعلا. علشان كده عملوا اتفاق مع الحكومة السوفيتية، إحنا هنديكم المعلومات اللي أنتوا عاوزينها وفي المقابل تطلقوا سراحنا، وهو ده اللي حصل فعلا، والعلماء تم إطلاق سراحهم ورجعوا لليابان معززين مكرمين، والسوفييت حصلوا على المعلومات. ويا عالم ايه هي المعلومات اللي حصلوا عليها؟ مش يمكن تكون اكتر من المعلومات اللي حصل عليها الامريكيين؟ لا ما ينفعش. علشان كده الحكومه اليابانيه رجعت العلماء اليابانيين للوحده 731، وكمان ادتهم تمويل مخصوص عشان يستأنفوا تجارب. يا نهار ازرق، امريكا هتمول التجارب البشعه دي؟ هو بصراحه ما نعرفش، اللي احنا نعرفه ان الوحده 731 رجعت تكمل دراسات بتمويل امريكي، ولكن هل بنفس الطريقه البشعه الزمنيه ولا بطريقه جديده؟ الله اعلم. وفي الغالب يعني عشان ما نظلمش الحكومه اليابانيه كانت بطريقه جديده ما فيهاش تجارب على بشر. الاحصائيات بتقول ان اللي ماتوا بسبب التجارب اليابانيه عددهم، واسمع الرقم ده، 600,000 انسان. دول مش ماتوا في حرب ولا في معركه، لا دول ماتوا من التجارب. 600,000 شخص ماتوا بابشع انواع التعذيب. وبس كده، دي كانت كل حاجه الحلقه النهارده. يا ريت لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وتشارك في القناه، ولو عندك اي سؤال اسالني عليه تحت في التعليقات وان شاء الله اجاوب عليه في حلقه الاسئله بنعملها كل اسبوع. ولو عجبتك الحلقه دي شيرها مع اصحابك، وشكرا.